انت عيل نصاب. ادي يا جماعه البيان رسمي طلع الاتحاد الدولي، هذا اللاعب الهربان النصاب يقول يا جماهير الزمالك سامحوني انا ليا فلوس، ده انت لسه واخد 75,750 دولار، يعني ما فيش اسبوعين ثلاثه يعني اكتر من مليون جنيه. ايها النصاب الكذاب الحرامي اللي هرب، احنا بقى بنعمل لك بلاغ بكره ان شاء الله في غياب كاموال عامه، لان فلوس النادي دي فلوس مال عام. حضرتك الانتربول هيجيبك، هيجيبك. اول حاجه انت زورت جواز سفر، لان جواز سفر سفرك الاصلي بتاع بلدك اللي عليه اقامتك مع اسماعيل يوسف، يبقى انت ضربت جواز سفر هربت بيه. نمره اتنين يا كوفي، انت مديون بالمبلغ اللي انا قلته دلوقتي تاني 56,553 دولار لنادي الزمالك. نادي الزمالك مش نادي هفيه، مش اي عيل صايع، اي عيل صايع. بس انا افكر الناس بكوفي لما لبس الطاقيه وابتدى يغني وعمل نفسه من الايه، من الدراويش. ايها النصاب الحقير، بطل تدغدغ مشاعر جماهير الزمالك، لان عارفه انك كربت مرتين. وعايز بعد الفيديو ده هاتوله ثلاث حاجات. لما اجتمعت باللعيبه ولقيته كده وشه مصفر، قلت له انت عندك مشاكل يا كوفي في النادي؟ كان ده من شهر، قال لا انا تمام، انا عندي مشاكل في بلدي. اثنين لما عمل بيان اعتذار، ولا ثلاثة لما قاعد معايا في المكتب وقال لي انا واخد كل مستحقاتي. الفيلم الهندي اللي انت عامله ده، هو هتنسى هو اسمه محمد جمال ولا احمد جمال ولد صاحبه؟ مش فاكر احمد جمال ولا اسمه ايه. هو قاعد جنبي، انت بعت له رساله بصوتك انك هربت عشان عندك عرض تاني اكبر من نادي الزمالك. يا كوفي نادي الزمالك ما بيقومش على عيل نصاب، نادي الزمالك ده نادي كبير جدا جدا. انت عيل نصاب حرامي، سرقت الفلوس وهربت، والاتحاد الدولي هيحكم بينه وبينك. على فكره كوفي كان بيقبض الشيكات، ما كانش بيقبض كده، ياخد الشيك ويستلمه ويصرفه من البنك. يا نصاب يا حرامي يا كذاب، بلاش تعمل ده في نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.